خلينا نرجع للسيدة عبيدة تنضم لنا من الأردن وحديث عن رحلتها اللي كلها يعني عصامية وكلها عطاء من أجل الأسرة. نرحب فيك من جديد أستاذة عبيدة، هل تسمعين الآن؟ صوت واضح؟ تمام، يسعد صباحكم يا رب. وصباحك وأهلا وسهلا الجميع اللي عم يسمعونا، بس التأكيد اسمه عبيدة. عبيدة، أهلا يا أخت عبيدة. عبيدة، في البداية خبرينا يعني عن رحلة اللجوء الخاصة فيك وبعائلتك، وأصعب يعني اللحظات اللي مريتوا فيها وعشتوا فيها. هلأ كانت العيشة بالشام أكيد كتير حلوة مثل ما هي هو بكل البلاد العربية، نعم. بس لما صار الحرب والحصار اللي صار علينا فأكيد كان لازم نطلع ونغير المكان اللي احنا فيه خوفا على أطفالنا، نعم. فبلشت رحلتي، جيت على الأردن بال2012، كانت رحلة صعبة كتير مع أولادي، خاصة أني محول لحالي وضمن الحرب، والطريق كانت صعبة كتير. الحمد لله وصلنا لهون على الأردن اللي هي طبعا بلدنا الثاني وبلدنا اللي احنا كتير مبسوطين فيها، وبنشكرها على كل شيء قدمت لنا وقدمته لكل سوري فينا هون، وسعيدين كتير احنا بالعيش معهم. وبلشت حياتي هون من جديد طبعا بكل شيء جديد، يعني مثل ما بيقولوا من الصفر بلشنا انا وولادي هون من الصفر. الحمد لله رب العالمين، مع مساعدة اللي حوالينا ومع مساعدة الدول المانحة للاجئين واللي وقفوا كلهم تقريبا مع اللاجئين السوريين، قدرنا نتخطى هاي المرحلة. وكان لازم بالبداية انه ادور على الشغل مشان اقدر اعيل اسرتي واعيل اولادي. نعم، سيدة عبيدة، كيف يعني تشوفين حياة اللجوء بالنسبة لك كامرأة وكأم؟ هلا اكيد صعبة كثير كانت، نعم، وبس لازم نتجاوزها، يعني انه هي حكمة ربنا وهيك ربنا شاء، فكان لازم نتجاوز هي الشغلة ونكون. انا ما بنكر انه كثير صعبة بالبدايات وكثير قوية، وكثير كانت يعني بداية مؤلمة هون، انه تعيش بلا اهل وبلا بيت وبلا مأوى، يعني بعد ما كنت كل شيء عندك تجي لمنطقة تلاقي حالك فيها جديد. بس اللي كان كثير حلو انه اهل الاردن وقفوا معنا كاخوة وما خلونا نشعر بالغربة. سيدة عبيدة، بما يخص يعني حياتك يوم بعد يوم مع تزايد متطلبات الحياة والأطفال، كيف يعني قادرة تتعاملين مع الأسرة، مع الأطفال، مع الحياة، مع تعليمهم؟ تمام. هلأ أنا بلشت هون بمشروع صغير اللي كان هو تدريب سيدات للخياطة، نعم. فكان فينا سيدات سورية وأردنية، قدرنا نعمل دمج كتير حلو، وبعد منها صرنا 10 لحنا تقريبا أردنية وسورية، وقدرنا نعمل شغل نطرحه بالأسواق ويجينا من وراء مردود مالي. وطبعا هذا الشيء أو علاقتنا لحنا كأخوة بين سورية وأردنية، وحاولنا كثير نواجه المشكلات اللي يعني اللي مرينا فيها بحياتنا، بس الحمد لله رب العالمين مرقت هاي الأمور، واللي ساعدنا إنه المفوضية السامية عطتنا بازارات نقدم فيها شغلنا ومشاريعنا، فهذا الشيء ساعدنا كثير. وكنا نستنى هذا البازار يوم بيوم مشان إنه نبيع فيه، لأنه هو مكان تسويق ومردود مالي منيح لنا وفرصة لنا طبعاً. فلما إجت كورونا، طبعاً كورونا حاصرت معظم البلاد مو بس الأردن، فخف الشغل فيها شوي، وكان لازم إنه نعمل يعني ندور على مجالات أكثر. هلأ الحمد لله رب العالمين، أنا كشغل بشتغل بجمعية غصون الرحمة متطوعة وماشي أموري تمام الحمد لله، بس كمان مشروع الخياطة اللي نحن عم نشتغل فيه بدنا نكمله. وبالرغم من كورونا قدرت المفوضية إنها تعمل لنا هذا الشهر بازار مثل ما بقولوا عن بعد، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مردودة منيح لنا. نعم سيدة يعني عبيدة، رغم يعني كل الصعوبات اللي يمر فيها أهلنا اللاجئين والسيدات خصوصا، الرسالة اللي توجهينها الآن للجميع بأي اتجاه ممكن تكون؟ يعني رسالة يكون يعني فيها أمل، فيها إن شاء الله القادم أفضل، المستقبل إن شاء الله أفضل. أكيد. هلأ دائما بحكيها خاصة للسيدات، إنه أنت قوية وحتكوني قوية بأي مرحلة وبأي عمر وبأي مكان، ما لازم نوقف، لازم نستمر، لازم نعطي، لازم طول ما بنقدر نعطي نقدر نعطي، لو حتى بالابتسامة الحلوة صحيح. نساعد بعضنا.
ومرة وقت يعني مع الوقت بأي شغلة ممكن المرأة إنها تشتغل وما في مرأة ضعيفة وما في شيء اسمه لاجئ وابن بلد. إذا قدرنا نتوحد ونعمل بالنهاية لحنا عرب نعم. ومنقدر نعمل شغل مع بعضنا نعم. وإن شاء الله الأيام القادمة بتكون أفضل لجميع البلد. سيدة عبيدة عبد الرحمن مجذوب، شكرا جزيلا لك وتحياتنا لأسرتك الكريمة وكل يعني المتابعين في الأردن، شكرا جزيلا. وأنا بشكركم على هذا.